السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية للصف الثاني الإبتدائي الفصل الدراسي الأول. درسنا لهذا اليوم يا أبطال في وحدة المراجعة التدريب الثاني والعشرون، هل أنتم مستعدون؟ إذا لنبدأ الآن درسنا باستعراض الأهداف. أهداف الدرس: أولاً، قراءة الجمل التي تحتوي على حرف الواو. ثانياً، استخراج كلمات بها حرف ممدود بالواو. السؤال الأول: أقرأ وأحوط الكلمة التي بها واو. وقف وسام في الصف، وقفت وداد في الصف، شكر البياع وساما لوقوفه في دوره، شكر البياع وداد لوقوفها في دورها. الآن يا أبطال لديكم 3 دقائق للإجابة على هذا السؤال. والآن يا أبطال دعونا نستعرض الإجابة معا. نبدأ بالكلمة الأولى: أحسنتم، وقف، رائع. الكلمة الثانية: هيا، رائع، ممتاز، وسام، بارك الله فيكم. كلمة أخرى: أحسنتم، وقفت، أيضا رائع، جميل، ودادو،
بارك الله فيكم. أيضا أحسنتم. وساما، رائع. كلمة أخرى لا أسمعكم. رائع، أحسنتم. لوقوفه. أحسنتم. دوره. أيضا ودادة، رائع. وأخيرا لوقوفها، والكلمة الأخيرة جميل جدا، دورها. بارك الله فيكم يا أبطال، لقد قمتم بعمل رائع. والآن دعونا ننتقل إلى السؤال الثاني. أستخرج الكلمات التي بها حرف ممدود بالواو وأكتبها. هيا. فلوس، وجد، لوح. لوح ممدود، لوز مسكون، فصول، رائع. واحد مرفوع، وعد مولود، موزون. بارك الله فيكم يا أبطال، الآن لديكم 4 دقائق للإجابة على هذا السؤال. هيا.
أحسنتم يا أبطال، رائع. والآن دعونا نستعرض الإجابة معا. نبدأ بالكلمة الأولى، فلوس. الكلمة الثانية، أحسنتم، ممدود، بها مد واو، ممدود، رائع أيضا، رائع جميل. أحسنتم، مسكون، جميل رائع. فصول، رائع بارك الله فيكم. مرفوع. والكلمة الأخيرة، جميل جدا، مولود، مولود، مد بالواو، أحسنتم يا أبطال. والآن يا أبطال دعونا نلعب ونتعلم معا. في السؤال الثالث، أملأ المربعات بحروف الكلمات التي في المستطيل بحسب التعليمات، أفقيا ورأسيا. نبدأ بأفقيا. واحد، حيوان كبير الحجم. هيا أريد منكم أن تختاروا كلمة من الكلمات الموجودة في المستطيل. حيوان كبير الحجم، ما اسم هذا الحيوان؟ هيا. أحسنتم، فيل، لاحظوا فيل. اثنان، عكس مر، ممتاز أحسنتم، حلو. ثلاثة، نضع فيها الفواكه، هيا يا أبطال. أحسنتم، جميل. إذن سلة، سين لام تاء مربوطة. الآن نبدأ بالمجموعة التالية، رأسيا. رقم أربعة، طعمها حامض، حامض أحسنتم، ليمونة، ليمونة، لام ياء ميم واو نون وتاء مربوطة، أحسنتم يا أبطال، جميل جدا. الآن ننتقل إلى السؤال رقم خمسة، أكون من الحروف كلمات مفيدة. لديكم ثلاث مجموعات من الحروف، في كل مجموعة توجد بها حروف، أريد منكم أن تكونوا كلمات مفيدة. هيا يا أبطال، لديكم الآن أربع دقائق للإجابة على هذا السؤال.
يا أبطال، والآن دعونا نستعرض الكلمات معا ونبدأ بالمجموعة الأولى. هيا. ممتاز، رائع. فول، فول. المجموعة الثانية. رائع، ورق، ورق. الكلمة الثالثة. هيا لنفكر، لنفكر. رائع، ممتاز. وليد، وليد. بارك الله فيكم يا أبطال. وبهذا السؤال يا أبطال نكون قد انتهينا من درسنا. أراكم في درس آخر. إلى اللقاء.